في حديث لمراسل ATV العدالة فهد الزايد، أوضح منسق المجموعة الكويتية لهواة الحياة الفطرية البرية والقنص حقيقة الاتهامات التي توجه للبعض ممن يقومون بعملية الصيد الجائر للطيور بالكويت، حيث يرى أن القانون الصادر عن الهيئة العامة للبيئة في ذلك الصدد قد حرم الكثير من محبي الصيد ممارسة هوايتهم، مؤكدا أن ذلك القانون بحاجة إلى المراجعة والتعديل. بالنسبة لنا إحنا الكويت، الحالة الكويتية، إحنا صدر في العام الماضي قرار رقم 3/2017 باللائحة التنفيذية للتنوع البيولوجي في دولة الكويت. للأمانة مع كل احترام وتقدير، كان هذا القانون يتسم وما زال قائم على هذا الأساس في كثير من الجحاف والتعسف والقدر العالي من الحرمان للقطاع الكبير والشريحة العريضة من الكويتيين شبابا وحتى شيبا ومختلف الشرائح العمرية، حرمهم تقريبا فعليا من ممارسة هواية الصيد. هذا التراث العريق الرياضة التي خرجت لنا أبطال وصلوا إلى مراتب عالمية ورفعوا راية الكويت خفاقة عالية، أثبت أن هناك 423 طير تعبر أجواء الكويت على امتداد السنة فقط. هي تقول بيرلانت هناك 1.2 فقط، 1.2 هي تدخل ضمن فقط الأصناف المنقرضة أو المنهددة بذلك أو ضمن دائرة الحرج. هذه منعها، والطيور المحرمة شرعا منعها، والطيور الضارة صحيا حسب يعني تصنيفات المنظمات العالمية كمنظمة الصحة العالمية منعها، والطيور المحرمة شرعا امنعها، والطيور المستوطنة في الكويت امنعها. مع ذلك احنا بالعكس، احنا كلنا رغبة في التعاون في الحفاظ على البيئة ومكوناتها، لكن مع الاعتدال وراضين بما هو ايضا دون الوسط، لكن ليس كما هو حال الحال، اصبحت شبه مقموعة حقيقة. هذا هو واقع الحال. الكثير اتجه الى ممارسة هواية الصيد وفي الكلمة العامية الى المقناص في دول خارجية، دول كثيرة من غير تحديد، وهناك دول عربية مثل المغرب الان اصبحت انجاز التعبير وجهة رئيسية، القوانيس الخليج وغير الخليج يذهبون للمغرب، ومسموح الطيور اللي تعبر هناك تصلهم بعدات اكبر وتصاد وتغنم في انظمة بيئية وتعاقب من يخالف تجاوز تحدد الفرد، مثلا 50 حمامات كبار مثل حمامات قمرية، في حين هني اساسا غير مسموح بصيدها كليا، وهي الدول الحاضنة وتمارس وتعتبر مورد اقتصادي الموارد وتفد اليهم مجموعات من خلال مجموعات شركات كبرى هناك موجودة كمثال، وغيرها جنوب افريقيا، في الولايات المتحدة، في بريطانيا، في البانيا، في اذربيجان، في دول عربية اخرى، انا اريد ان تتعب وانت تحدد. يعني احنا نتوقع ونحتير خير من المسؤولين الكرام في الهيئة العامة للبيئة على راس الشيخ عبد الله احمد الحمود والسيد الفاضل نائب الكريم المهندس محمد العنزي، ابدوا تعاونا محمودا في السالف منذ سنه وعدونا، لكن للامانه وكل احترام وتقدير لم نرى حتى الان تطبيقا يعني فعليا من هذا الامر. نرجو ذلك انه يساعدونا في اقناع الجهات المعنيه في هذه التعديلات، وهم معنيين بشكل رئيسي، لان احنا بعد مباحثات ابلغونا انهم وصلوا قناعه ان هناك مثالب في هذا القرار يجب تعديل. هذا كلام منذ سنه تقريبا مضت. الحل طال عمرك في اقرار تعديلات تجعل من هذا القرار التابع للقانون البيئة رقم 42 لسنة 2014 قرارا عادلا يحاسب في نفس الوقت السلوكيات الخاطئة ويقنن هذه الممارسة اللي هي عملية الصيد البري تحديدا ويقننها، لكن في الوقت نفسه لا يحرم شرائح المجتمع، لأن دائما الحرمان المطلق يولد أكيد اختراقات، لأن هذه حالة إنسانية قائمة عبر الأزل وستظل كذلك إلى يوم الدين. فالأصل في ذلك طبعا من يخالف ضع قانون متوازن منصف عادل يحافظ على البيئة ويصادقها وبنفس الوقت يسمح بالممارسة الحصيفة الراشدة وليست المتجاوزة والضارة في البيئة. الضرر من يمارس في أي مجال مجالات الحياة، إن كان في قانون المرور أو في قانون الجنايات أو أي مناح من الحياة، هذا مرفوض أيا كان.